بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا ثامن سوف نقوم بإعطاء إملاء للامتحان النهائي. العلامة تكون من 10، 10 علامات عليها. اكتب النص جيدا وانتبه إلى الأخطاء الإملائية. الورد الجوري. يعد الورد الجوري من أكثر الورود شيوعاً وانتشاراً في الحدائق العامة والمنزلية. فاصلة منقوطة. بسبب جمال أزهاره. فاصلة. وتعدد ألوانه. فاصلة. ورائحته الزكية. فاصلة. وإمكانية قطف زهرته ونقلها والأتجار بها. نقطة. وقد أطلق عليها قديماً لقب ملك الزهور. نقطة. فقرة جديدة. تنتشر زراعة الورود في مناطق بيئية مختلفة، وخاصة في المناطق المعتدلة والباردة، ويعود موطنه الأصلي إلى جبال جنوب غرب آسيا. فاصلة. وتضم العائلة الوردية التي ينتمي إليها الجوري ما يزيد على 200 نوع. فاصلة. من أهمها الورد الشامي والورد الفرنسي والورد الهندي وغيره. وتجدر الإشارة إلى أهمية الورد في عدد من الصناعات مثل صناعة العطور وبعض أنواع الشراب والمربيات. فاصلة. وبعض الصناعات الطبية والصيدلانية، بالإضافة إلى غنى البتلات بعدد من الفيتامينات. نقطة. وتصنف الورود بحسب طبيعة نموها إلى نوعين، الورد الشجيري والورد المتسلق. نقطة. إلى هنا يا ثامن، وفقكم الله، استودعتكم الله في حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.